ما في زول يستجيب للعنف على الإطلاق. ثورتنا دي سلمية وحتنتهي سلمية. اعتقلوا عدد كبير من القيادات والوزراء ورئيس الوزراء، لكن ما حيقدروا يعتقلوا الشعب السوداني كله. الثورة دي منتصرة وماشية للديمقراطية المستدامة في السودان. شاء من شاء وأبى من أبى. نعم. كان بقى البرهان، كان بقى حميدتي، كان بقى أي بلحظة. الرسالة لكل اللجان والنقابات والأحزاب السياسية. أيوة. إحنا عندنا خبرة متراكمة وكبيرة، خبرة متراكمة وكبيرة في التنظيم. أيوة. نمشي نرتب لجاننا ونعمل الزول الأول والزول الثاني والزول الثالث. ما جهزت تماما لأي سيناريوهات. لا.